صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 75 لسنة 2022 بتسمية الوزير المنوط به القيام باختصاصات المساهم في الشركة القابضة للنفط والغاز شركة مساهمة بحرينية مقفلة وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. يكون وزير المالية والاقتصاد الوطني هو الوزير المنوط به القيام باختصاصات المساهم في الشركه القابضه للنفط والغاز شركه مساهمه بحرينيه مقفله المنصوص عليها في النظام الاساسي للشركه